أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بالمختبر. أنا ناجي وبرحب فيكم بحلقة جديدة يلي فيها اليوم رح نتعلم عن موضوع التربة أو موضوع التراب. رح نتعلم مع بعضنا البعض عن خصائص التربة وأهمية التربة بالنسبة لإلنا وبالنسبة للنباتات. أول أمر بنعرفه نحن إنه النبات ضروري أنه ينمو بمكان معين يلي هو التربة، وإذا كانت التربة منا جيدة فالنبات لا يستطيع أن ينمو بشكل طبيعي. إذن النبتة بحاجة إلى التربة حتى تنمو. ولكن لماذا النبتة بحاجة إلى التربة؟ لأنه هناك مبدأ أساسي بنتعلمه وسهل وبسيط جدا، هو أنه التربة قد تبدو على هذا الشكل، ولكن التربة تحتوي على غذاء ضروري ضروري من أجل نمو النبات، ومن دون هذا الغذاء النبات ما بيكبر، النبات ما بينمى إلا أن يحصل على الغذاء الموجود داخل التربة. واليوم مثل ما قلت لكم خلال حلقتنا رح نتعلم عن خصائص التربة. أول أمر رح نتعلمه مع بعضنا البعض هو أن هناك عدة أنواع من التربة. أولاً هناك نوع التربة الجيدة. التربة الجيدة هي على هذا الشكل، أو المعروفة باسم التربة العطالية. التربة العطالية، وخصائص هذه التربة الجيدة أنه هالتربة تحتوي على المواد الغذائية الضرورية للنبات، وهي معتدلة، موجودة باعتدال داخل هذه التربة المواد الغذائية. وبنفس الوقت هذه التربة بتصرف المياه بطريقة جيدة، أي تمتص المياه أيضا بطريقة معتدلة. وهيك من خلال هذه التربة الجيدة النبتة تأخذ باعتدال الغذاء الضروري والماء الضروري. إذن التربة الجيدة هي اسمها التربة العطالية. وأيضا هناك نوع آخر من التربة يلي عادة بيكون لونه أحمر بعد الشيء، ومعروف باسم التربة الصلصالية. مش ضروري تحفظوا هيدي الأسامي، ولكن هذه التربة إلى خصائص أيضا. التربة الصلصالية فيها غذاء بكثرة، يعني فيها غذاء كتير وضرورية أيضا من أجل النبات. ولكن التربة الصلصالية بنفس الوقت هي تربة غير جيدة لتصريف المياه. بمعنى آخر التربة الصلصالية لا تستطيع أن تمتص المياه بشكل جيد وبالتالي تنقلها إلى النباتات. وهناك نوع ثالث من التربة يلي هو التربة الرملية. طبعا كلنا شايفين نوع التربة الرملية. التربة الرملية تصرف المياه بشكل جيد جيد جدا، وبالتالي تستطيع التربة الرملية أن تنقل المياه إلى النباتات. ولكن لسوء الحظ التربة الرملية لا تحتوي على المواد المغذية التي تحتاجها النباتات. إذن لا نستطيع أن نستخدم التربة الرملية لحتى لنزرع فيها النبات أو حتى لينمو النبات داخل التربة الرملية. وهلأ رح نعمل مع بعضنا البعض أيضاً بعض الاختبارات يلي رح نتعلم فيها أكثر عن خصائص التربة. الاختبار الأول يلي رح نعمله مع بعضنا البعض بيعلمنا أنه التربة تحتوي على المياه. التربة تحتوي على المياه، ومن أجل أنه نعمل اختبارنا نحن بحاجة إلى مصدر للحرارة، وبحاجة إلى قليل من الرمل يلي بوضعهم داخل أنبوب الزجاج. بوضع الرمل داخل أنبوب الزجاج، ومن ثم بعرض الأنبوب للحرارة. وخلينا نشوف مع بعضنا البعض شو راح تكون النتيجة. راح نعرض الأنبوب للحرارة، وخلينا ننتبه جيدا
النتيجة. إذا نظرنا إلى أسفل الأنبوب منشوف بعض قطرات المياه القليلة التي تتكون، وأيضا إذا طلعنا إلى أعلى الأنبوب منشوف أيضا بخار المياه قد تكون. ما يعني هذا؟ هذا يعني بأن المياه تحتوي على كمية أن التراب عفوا يحتوي على كمية قليلة من المياه. وأيضا رح أعمل اختبار تاني أنا وإنتو حتى نتعلم إنه التراب أيضا يحتوي على كمية معينة من الهواء، ورح أوضع داخل أنبوب الزجاجي هيدا بعض التربة، نوضع بعض التربة هنا ورح نستعين أيضا ببعض المياه. بديكم تنتبهوا مظبوط شو رح يحصل داخل التربة. منشوف بعض فقاقيع المياه. ما يعني هذا؟ هذا جيوب الهواء الموجودة داخل التربة تنتقل إلى فوق خلال المياه. إذن التربة أيضا يا أصدقائي تحتوي على الهواء. ورح نعمل أيضا مع بعضنا البعض اختبار ثالث يلي رح نتعلم فيه كيف تتكون التربة. المبدأ الأساسي بيقول إنه التربة تتكون من الصخور. لما هيدي الصخور تتعرض لتغيير في المناخ، لما تتعرض لتغيير في الحرارة، فبالتالي بيتغير شكل هذه الصخور، قد تتفتت وتتحول إلى رمل. كيف تتحول إلى رمل؟ رح نتعلم هيدا المبدأ من خلال الزجاج. رح استعين بأنبوب الزجاج هيدا أيضا مرة أخرى، رح خليه يحمى مظبوط للأنبوب الزجاجي، ومن ثم رح عرض الأنبوب الزجاجي إلى تغيير فجائي في الحرارة، ورح نشوف شو رح تكون نتيجة التغيير في الحرارة الفجائي بالنسبة لأنبوب الزجاج. رح نخليه يحمى، أي تعلى درجة الحرارة للأنبوب الزجاجي، ومن ثم رح غير له حرارته بطريقة فجائية لما عرضه للماء الباردة. خلينا نشوف لما يتعرض للماء الباردة ما ستكون نتيجة التغير المناخي. نطلع مظبوط كيف تكسر الزجاج. إذن تفتت الزجاج، ونفس الأمر بيحصل مع الصخر. خلينا نشوف أيضا نفس الاختبار مع الصخر. رح عرض هيدي الصخرة إلى الحرارة، رح خليها تتعرض إلى كمية من الحرارة، ومن ثم أيضا رح خليها تتفاعل مع الماء، ورح نشوف مع بعضنا البعض ماذا ستكون النتيجة. خليها تتعرض مظبوط لحرارة مرتفعة، ومن ثم منشوف كيف تغير فجائي بالحرارة أو بحرارة المناخ بالنسبة للصخرة لح يتغير شكل الصخرة، لح تتفتت وبالتالي تتحول إلى تراب. لازم ننطرها بعض الوقت. وأكيد أصدقائي بس لذكركم أنه أنتوا هالاختبارات رجاء ما تعملوها لحالكم بالبيت. إذا أردتوا أنه تعملوها بالبيت رجاء استعينوا بأحد الأشخاص الراشدين، بأحد الأشخاص الكبار يلي بيقدر يساعدكم حتى تعملوا هيدا الاختبار بالمنزل. هلأ بديكم تنتبهوا مظبوط شو رح يصير داخل الماء. من بعد ما تعرضت الصخرة للحرارة أيضا رح نغير حرارة الصخرة بطريقة فجائية، وننتبه مع بعضنا البعض ماذا سيحصل داخل المياه. منشوف كيف الصخرة تفتتت إلى رمل رويدا رويدا، تتعرض إلى حرارة ثم يتغير المناخ الحراري وبالتالي ترجع تتفتت أكثر وأكثر. طبعا هيدي العملية ما بتصير بوقت قصير، ولكن هيدي العملية بدها سنوات وسنوات حتى تكتمل. أصدقائي
بعد عندي اختبار لإلكن، واختبارنا التالي رح يفرجينا كيف المياه تنتقل داخل التربة أو كيف التربة تمتص المياه، ورح نشوف أي نوع من التربة يمتص المياه بطريقة أفضل. ومن أجل اختبارنا التالي نحن بحاجة أن نحضر أنبوب أو وعاء بلاستيك منقصه من أسفل ومن أسفل ومن فوق حتى يصير فارغ، ومن ثم بغطي إحدى الجهات بورق المحرمة وبضعهم داخل صينية، واللي حأعمله رح أوضع بكل أنبوب كمية معينة من نوع التربة. أولاً التربة الجيدة، رح نعبي الأنبوب الأول بالتربة الجيدة وأيضاً منعبيه إلى نصفه. رح عبي الأنبوب الثاني بالتربة الحمراء أو التربة الصلصالية، منعبيه أيضاً إلى نصفه أو أكثر شوي قد ما وقتنا بيسمح لنا. ومثل العادة أصدقائي ومثل ما دايماً بنبهكم، دايماً نستعين بأحد الأشخاص الكبار حتى يساعدنا. والأنبوب الثالث رح عبيه بالتربة الرملية، اختبار حلو تعملوه بالبيت تجربوه لحتى تشوفوا قوة امتصاص التربة للمياه. وهلا اللي حأعمله رح املأ الصينية أو الوعاء الأسفلي بالماء، وبالتالي رح تبدأ عملية امتصاص المياه داخل التربة. العملية رح تاخد طبعا بعض الوقت، ولكن بمجرد أنه نوضع الماء ونبدأ ننظر إلى المياه منشوف كيف التربة بدأت تمتص المياه، ومنشوف مع بعضنا البعض وندرس أي نوع تربة سيمتص المياه بطريقة أسرع. ومثل ما قلت لكم الرمل يمتص المياه أسرع شيء، والتربة الصلصالية لا تستطيع أن تمتص المياه بطريقة جيدة، أما التربة الرملية التربة الصالحة التربة الجيدة عفوا هي تمتص المياه بطريقة معتدلة. إذا عملتوا هذا الاختبار انطروه لبضع ثواني أو لبضع دقائق لحتى تشوفوا عملية امتصاص المياه داخل التربة. ولد جون ميلن في إنجلترا ودرس في المدرسة الملكية البريطانية، وهو من أهم الأشخاص يلي ساهموا بالتحقيق والدراسة حول الهزات الأرضية والزلازل. في السنوات الأولى من عمله بالجيولوجيا تم نقله إلى اليابان حيث عين مدرساً في جامعة طوكيو. خوفه من البحر منعه من السفر بحراً، فاضطر أنه يسافر براً، وأخذ 3 أشهر حتى وصل على اليابان. باليوم الأول من وصوله إلى اليابان حصل هزة، وهالشي خليه سارع بإنشاء أول مركز لدراسة الهزات والزلازل في العالم. فضل أنه يكون العالم والعامل وليس المدير المسؤول، وبمساعدة أصدقائه المهندسين ألفريد أي وين وتوماس جراين تمكن من صناعة أول آلة للتنبؤ بالهزات والزلازل. هالآلة كانت بسيطة جدا، ولكن بنفس الوقت كانت دقيقة. بعد إدخال عدد من التعديلات سمحت هالآلة رصد العديد من الهزات والزلازل وتقدير قوتها. بعد ما كان ميلن أسس عائلة باليابان، حريق منزله كان سبب عودته لوطنه والاستقرار في إحدى الجزر البريطانية. رغم الشهرة ما تخلى ميلن عن عمله، ولكن استكمله من الجزيرة، وبطلب منه تم إنشاء أكثر من 20 محطة لرصد الزلازل في بريطانيا.
معلومة اليوم: هل تعلم؟ تتحول الصخور الموجودة على القشرة الأرضية تحت تأثير عدة عوامل إلى مكونات متفتتة وهشة، وهي التي تكون التربة. أصدقائي، بما أنه بهالحلقة عم نحكي عن التربة، في قصة كتير حلوة بالكتاب المقدس خبرنا إياها الرب يسوع المسيح، وهي مثل الزارع يلي بتذكرنا بموضوع التربة. خبرنا الرب يسوع وقال: هو ذا زارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، أي بعض البزار سقطت على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة، يعني سقط بين الحجارة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. مثل كتير حلو، يمكن لما بنقريه أول مرة ما بنفهمه، ولكن الرب يسوع المسيح رجع بعدين فسر وترجمه لتلاميذه وقال لهم معناتها أنه هيدا النبات بيشبه كلمة الله، يعني يلي بيسمع كلمة الله وبيعيش فيها وبيعمل مثل ما كلمة الله عم بتعلمنا، مثل ما كلمة الكتاب المقدس عم بتعلمنا، هيدا بيكون مثل التربة الجيدة، مثل يلي زرع بالمكان الجيد وطلع الزرع وصار نبتة كتير منيحة وإلى جذور وعطيت ثمار كتير منيحة، بينما يلي بيزرع كيف مكان، يلي بيكب الزرع على الطريق ما حيطلع الزرع على الطريق. هيدا بيشبه الشخص يلي بيسمع كلمة الله ولكن ما بينتبه لها، ما بيعطيها أهمية أبدا. مشان هيك الرب من خلال هيدا المثل عم بيذكرنا بأهمية أنه نحن نسمع كلمته ونعمل فيها، وبالتالي نعطي ثمار بحياتنا يلي بتفرح قلب الله. أصدقائي، قبل ما نتابع حلقتنا خلينا نشوف شو كانت نتيجة امتصاص المياه للتربة المختلفة. رح استعين بالعود، رح أوضع العود داخل هيدي التربة وبشوف كيف انه نتيجة كانت انه هاي التربة امتصت، التربة الرملية امتصت المياه بالكامل، بينما التربة الصلصالية لم تمتص المياه جيدا، والتربة الصالحة او التربة الجيدة امتصت المياه بطريقة معتدلة. وهلأ اصحابي صار وقت انه انتو تشتركوا بحلقة اليوم، لأنه هلأ رح مع بعضنا البعض نعمل المسابقة يلي تعودتوا لها بكل حلقة. ومسابقتنا لحلقة رقم 39، أي حلقة اليوم، هي سهلة جدا. أنتوا بحاجة إلى مواد بسيطة جدا، بحاجة إلى وعاء زرع ووعاء للماء، وبحاجة إلى البطاطا. أول شيء رح أطلبه منكم أنه تقطعوا البطاطا إلى نصفين، رح نزرع النصف الأول بهذا الوعاء ونوضع عليه التربة الجيدة، رح نغطيها للوعاء بالتربة الجيدة، ورح نوضع صحن تحت الوعاء هيدا ورح نرويه بالماء، نوضع كمية من الماء كافية. أما بالنسبة لرأس البطاطا الثاني فرح نعمله على الشكل التالي: بواسطة عود خشبي رح سبته من جهة ومن جهة أخرى، رح أوضعه في هيدا الوعاء يلي رح أعبيه بكمية أكثر من المياه، ومن الضروري أنه المياه تلمس البطاطا، من الضروري أنه المياه تلمس رأس البطاطا. السؤال هو:
أي من راس البطاطا، أي راس بطاطا هو يلي رح ينمى ويصير نبتة؟ هل البطاطا المزروعة في الماء أم البطاطا المزروعة في التربة؟ يمكن هيدا الاختبار بده وقت كتير لحتى لي تعملوه بالبيت، منكن مضطرين انه تنطروا النتيجة، ولكن فكروا مزبوط وابعتوا لي اجوبتكن على العنوان يلي عم بيظهر امامكن. اي راس بطاطا رح ينمى ويصير نبتة؟ أعزائنا المشاهدين، إذا حابين تشتركوا بمسابقة من المختبر مع ناجي، اكتبوا لنا نتائج الاختبار واربحوا جوائز قيمة. عنواننا هو ناجي شو تي في @7.com، صندوق البريد 156 المنصورية، لبنان. كرر ناجي شو تي في @7.com، صندوق البريد 156 المنصورية، لبنان. أصدقائي، خليني هلأ أخبركن مين يلي ربح معنا بسؤال حلقة رقم 20، ولكن طبعاً قبل ما نعرف اسم الرابح خلينا نتذكر شو كان سؤال حلقة رقم 20. مرحبا، وهلأ خلينا مع بعضنا البعض نشوف شو كان جواب سؤال حلقة رقم 20 يلي فيها استعنا بكوب من مادة البلاستيك أو أي كوب آخر ووضعنا أشكال وأحجام مختلفة داخل الكوب، ثم استعنا بقطعة من النايلون الشفاف يلي جعلنا فيها انخسافا صغيرا وثبتناها بقطعة من المطاط. السؤال كان إذا نظرنا من خلال النايلون ماذا نرى؟ وإذا وضعنا القليل من الماء ماذا نرى؟ الجواب سهل جدا، إذا نظرنا من خلال النايلون نرى الأشكال في الداخل مثل ما هي، بينما إذا نظرنا من خلال الماء منشوف أحجام الأشكال في الداخل وكأنها أكبر مما هي عليه. لماذا؟ السبب بسيط جدا، لأنه الماء هي منخفضة الشكل عندما وضعناها على هذا الشكل، وبالتالي هي خففت أو كسرت النور الذي يدخل إلى الداخل، وبالتالي غيرت الرؤية التي ننظر أو التي نرى بها الأحجام الأشكال في الداخل، وبالتالي أصبحت يمكن أكبر مما هي عليه بنظرنا. أما الشخص يلي ربح معنا بالمسابقة رقم 20 فهو أو بالأحرى هي الصديقة هيليني إيهاب. مبروك لك يا هيليني، وأنا بطلب منك رجاء يا هيليني أنه ترسلي لنا عنوانك الكامل حتى نقدر نحن بدورنا نرسل لك هديتك. وأنا حابب كمان حيي بعض الأشخاص يلي بيرسلونا دايما، وحابب خص بالذكر صديقين يلي هني الصديق مايكل جرجس لطفي، هاي يا مايكل، والصديقة فابريونا نشأت من مصر. يا مايكل ويا فابريونا، أنا جدا سررت برسائلكم وبرسائل كل الأشخاص يلي عم بيرسلونا، وطبعا أنا من المختبر دايما بانتظار رسائلكم أو أسئلتكم. وهلأ حين الوقت حتى غادركن، ولكن طبعا أنا وإنتو رح نرجع نلتقي بحلقة جديدة. بلكن هلأ إلى اللقاء. من المختبر معنا شيء.